السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم سنتحدث مشاهدينا الكرام عن استمرار المتظاهرين في ثورة تشرين بثورتهم، و التحشيد المستمر والزخم المستمر في ساحات التظاهر بمختلف المحافظات العراقية للتأكيد على مطالب ثورة تشرين، على رأسها إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة، وبعد ذلك تأتي مطالب أخرى من ضمنها محاسبة قتلة المتظاهرين الذين لا يزالون حتى هذه اللحظة خارج الحساب والعقاب بالنسبة لحكومات ما بعد الاحتلال. دعونا نشاهد مع حضراتكم مشاركة آلاف من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية في محافظة ذي قار بإحياء الذكرى السنوية الأولى لأول مد طلابي مساند لثورة تشرين، فنشاهد. طبعا أيضا خرج طلبة جامعة القادسية في مسيرات انطلقت من الجامعة إلى ساحة اعتصام الساعة وسط المدينة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم، فلنشاهد. ضد الخانات العرقية، ضد الخانات العرقية، ضد الخانات العرقية، ضد الأشخاص المعنية، ضد الأشخاص المعنية، ضد المرتزقة الحزبية، ضد المرتزقة الحزبية، ضد الميليشيات القمعية. مشاهدينا نبدأ باستقبال الاتصالات من حضراتكم للمشاركة بإعطاء رأيكم حول الأحداث الجارية الآن في ساحات التظاهر العراقية مختلفة وبمختلف المحافظات طبعا، واستمرار القمع الحكومي ومحاولات وأد هذه الثورة عن طريق العناصر المندسة التي ترسلها أحزاب السلطة والتي تسمح بدخولها إلى ساحات التظاهر القوات الحكومية المعنية كما تقول السلطة بحماية المتظاهرين. دعونا نستقبل الآن السيد نجاح من الديوانية، تفضل يا نجاح. شلونك استاذنا؟ حياك الله كل الهلا، تفضل أهلا وسهلا. استاذنا هسه احنا مظاهرات مو قضية انه منظمة طلعت لا شغل لا عمل لا وجبه. اي يعني رواتب اليوم 28 رواتب ماكو. نعم ما يصير، وهذا مرضي لا كاتبي هذا مختالي على مدمن. نعم يلمن لا وجبه، هسه وجبه اليوم بتضيق ب 20 دينار. نعم الله يرضى محمد، لا شكر لا شاي، احنا قبيل. نعم. يقولون النظام الشعبي الامريكان وصلوا للشوماليين 10 وجبات. سيد سيد نجاح، ويا هاي المشاكل ليش السلطه ما تريد الناس تطلع لعد؟
يعني انت مثل ما بتقول ماكو رواتب، ماكو حصه تموينيه، وما يريدون الناس يطلعون يحتجون؟ ما يخلوهم. اليوم بالديوانيه التوبي اليوم خطيه، طلعت الطلاب جامعات اي طلعوا اليوم ايش سووا بهم؟ وقدام مرض جواتي هواي ورجل الناس هم طلاب جامعات. نعم ما تصلي زين ولا تهمت نفس الشيء. هسه طلعوا عندنا الساعة بالديوانية اي هسه همات تصلي جواتي وترجل الناس شو يسوون؟ نعم وطوق الشهداء ونفع الله وراحة عينه والانضرار والاعتقال. لعد وين لعد وين الحكومة تقول احنا هدفنا حماية المتظاهرين؟ وين هاي الحماية؟ يا حماية المتظاهرين، حماية المتظاهرين وينها؟ هاي هم نفسهم اشتغلوا الشغب والقوات كلهم هم منهم بيهم. نعم بس هي هاي الشغلة مقصودة. انت قاموا يسوون مال مندس وما ادري شنو من هالسوار الزمني. نعم زين وين؟ ذاك الشمر يا رب مو بالديوانيه قتل الناس؟ ها؟ نعم ذاك ويا انت من انت انت العدل؟ هذا بيت هنا في المدراء بيت يسوى له مليار ونص، ما حاسبون تعالى مال الناس. نعم قتل الناس وهدم ست شغله تعبان فهذا غير الله. أنا أشكرك يا سيد نجاح من الديوانية، شكرا جزيلا للمشاركة معنا. السيد أبو فاطمة من النجف، تفضل يا أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم محمد. السلام، حياك الله كل الهلا، تفضل. تحية لك أخي وكافة الأخوة. أهلا وسهلا أخي. ما يدور في العراق أصبح يعني واضح المعالم لكل العراقيين. نعم أخي، الشرطة، الجيش، القوات الأمنية، ترى كلها فيها يعني ما أقول مخترقين، ولكن فيها من يعمل لصالح إيران ولصالح المجرمين ولصالح الميليشيات. هذا لا أشك فيه. نعم لأن أخي على أساس الحكومة قالت يعني القوات الأمنية سوف لن تزود بالذخيرة الحية. طيب هذا هؤلاء اللي يتم قتلهم كيف؟ أريد أفتهم. نعم يعني إما القوات الأمنية ما بيها خير واما هنالك اخي موجودين اخي يعني المستشارين الايرانيين ترى في 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 وزاره الداخليه، ليش مكلبين ما بوزاره الداخليه؟ نعم. لهذا الغرض. والقضيه الثانيه انه الميليشيات حزب الله وربع الله وغيرها وغيرها. نعم. هؤلاء الان هدفهم وكذلك المقتدى الصدر وجماعته هي لاشعال الفتنه بين الشرفاء اللي قل الشرفاء الموجوده في القوات الامنيه وبين المتظاهرين. هذا هي. نعم. واضف الى ذلك المجاز التي يقومون فيها في صلاح الدين اليوم قبل يومين الان مجزرتين. نعم. حتى يعني اولا للتنكيل في الناس في صلاح الدين. نعم لانها يم ديالة حتى يلفت هي يعني استغلال الاوضاع الاوضاع والناس ترى والشعب ترى ما عنده غير خيار غير هذه التظاهرات. نعم. ما يقدروا لهم، ما راح يقدروا ولا يستطيعون ان يلو يعني ايش قد الشعب العراقي 35 مليون ايش قد ذول الميليشيات اللي كم مجموع كم واحد؟ سيد ابو فاطمه سؤال بس لو سمحتوا باختصار، لما تطلع القيادات العسكريه او الجهات الحكوميه الامنيه تقول بانه قمنا بعمليات استباقيه للسيطره على او لاقتحام اوكار او لاحباط عمليه مثلا ارهابيه او ما الى ذلك، طيب وينكم انتم من العمليات الاستباقيه اللي توقفون بها هجمات الميليشيات على المتظاهرين؟ نعم اخي، ما 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 يذاع في الاعلام وما نسمعه كل هواء في شبك. نعم كل كذب في كذب اخي. لا يعني الناس ده تعرف يعني احد الاخوه من مناشط في البصره يقول ما في دوله في ما اخي ما في ما عنده دوله. نعم. للعلم ترى الناصريه ما في اي ذكر للقوات الامنيه. نعم. ولا في السماوه يعني يعني ساقطه بيد الناس. لا يعني الشرطي مجرد ينتظر شو وقت راس الشهر ياخذ راتب
وهذا الفلوس نعم. فقط للشرطة والجيش حتى نعم. يحمون هؤلاء المجرمين موجودين في المنطقة الخضراء طيب. وقاعد الحلبوسي وغير النجيفي وغير النجيفي كل واحد تخم القنفات توكل 300 عائلة نعم. ولا كأنما يعني هل الدم العراقي أخي هسه أريد واحد يستقيد هسه استحوا شوية نعم الناس يعني الان دا تقتل وكما تفضل الاخ قبل شوي من ديوانيه واعتقالات شنو اعتقالات على اي اساس اعتقالات؟ نعم. اليس الدستور دستور بول بريمر جاب لنا الحريه والديمقراطيه؟ نعم. طيب انا اشكرك يا سيد ابو فاطمه من النجف معنا السيد ابو شيماء من بغداد تفضل يا ابو شيماء. السيد ابو شيماء من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال معنا حاتم من البصرة تفضل يا حاتم أولا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته التي ارتكبوا المجازر بحق الأبرياء في محافظات عديدة نعم منها في صلاح الدين ومنها في الأنبار ومنها في جالة ومنها وكثرتها في الموصل نعم هذه ميليشيات قهريه تكفيريه الله وكيله ميليشيات ارتكبت مئات الالاف من 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 المقابر الجماعيه نعم. ومن المجازر بحق الابرياء جلولا نعم. وهذه دماء الله وكيلك يا اخوي لم تنتهي دماء اللي كانت في صلاح الدين وفي احياء تعود الى صلاح الدين لم نعم. تنتهي هذه الدماء ولم واحد اي انسان ينتهى ابد لا بالله نعم وفي الانبار كذلك وفي الموصل وفي الجهاز كذلك هذه ميليشيات كثيريه ميليشيات معركه تتوقع يا حاتم تتوقع انه ايه؟ حكومه مصطفى الكاظمي حتقدر تحاسب هاي الميليشيات؟ لا والله ما تقدر لان الميليشيات هاي مسلحه مسلحه اكثر من مسلحه القوات القطعيه المجرمه مسلحه لانها مدعومه من الخارج نعم من بلد الفوضويات ومن بلد من بلد الطغاة ومجرمين الحرب نعم. التي هو يدعمهم بالتسليح والاموال لهذه الميليشيات وقادتها ومن بينها الحد الشعبي هذه الميليشيا التكفيريه والمجرمه نعم الله وكيلك يا خالد نعم هذه ميليشيات تكفيريه مجرمه حرب هذه الحج الشعبي وكافه صنوفها يا اخوي نعم اي أيوة والله انا اشكرك يا سيد اشكرك يا سيد حاتم من البصره شكرا جزيلا للمشاركه وصلت فكرتك معنا السيد سعد من السعوديه تفضل يا سعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله بارك الله فيك يا اخ محمد وبارك الله في هذه القناة المباركة وبارك الله في اهل العراق المباركين اصلا الله يبارك بيك وانا لي اتب عليك تقول هذه الحكومة الامنية هذه العصابة المجرمة عصابة القتل والخسة والاجرام لكن الحمد لله الشعب عرى هذه العصابة وكشفهم للشعوب اجمعين نعم انا اعتب على الاخ ابو فاطمة يقول الشعوب كلها تعرف الحين وش قاعد يصير في العراق من هذه العصابة المجرمة نعم واول شيء من حيندم على هذا والتاريخ حيشهد هذه العصابات السفرات هذه اللي جالسة لين الحين في ظل هذه اجرام هذه العصابة نعم. هذا اول ان شاء الله ما حيتعرون سبايب وجود وتواجدهم وسماحهم لهذه العصابة التسبب في الاجرام بهذا الشعب الكريم والشعب الطيب، لكن الحمد لله انتصر الشعب ان شاء الله والانتصارات واضحه وكل هم ضاق الخناق عليهم وشكرا للشعب العراقي، شكرا للشعب العراقي والصراحه انتم غيرتوا وجه التاريخ وموفقين ان شاء الله وكل الشعوب معاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله، شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف مشاهدينا الكرام مقطع لرجل في ساحة التحرير وسط بغداد وهو يرثي شهداء الثورة الذين قتلتهم القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب الفاسدة وأكد أن قتلة شباب العراق لا يزالون مطلقي السراح ولا يزالون يفسدون في الأرض دون رادع من دولة أو قانون فلنشاهد
طيب نشاهد الآن مشاهدينا الكرام للرجل الذي تحدث من ساحة التحرير. وحدكم المضحون، وحدكم المؤثرون يا ذا الوطن، بعد أن تخلى عنكم الجميع، بعد أن تخلى عنكم الجميع وتنصل عن تضحياتكم، وحدكم أنتم الشهداء، تستحقون الحياة، تستحقون الانتماء لهذا الوطن. الجميع تاجر، الجميع استفاد من تضحياتكم، من حكومة فاسدة فاشلة رشحتها الأحزاب، جاءت بأسماءكم ومستشارين وآخرين أيضا تسلقوا على دماءكم وأرواحكم الزكية الطاهرة النبيلة الحرة. طيب معنا الآن السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. أستاذ محمد الله يسعدك. الله يسلمك، حياك الله. أستاذ الباحث تفلت على فد واحد، أنا يعني عند رأيي، يعني ما أكتب رأيكم يعني. أي تفضل. أي فتفلت أستاذ رفل كان موجود، طلع واحد من أمريكا، هو قاعد في أمريكا طبعا. أي. لا ماكل، لا شارب مينه، لا ماكل بالحضارة بنظيم. يقول هذا الحجمي، الحجمي هذا مو عراق حجمي. أقول له أنا أشرفك. أبو شيماء، أبو شيماء بس اسمح لي، بس اسمح لي اسمح لي، بدل ما يكون أكو تلاسن وواحد يغلط على الاخ، عفك من الرجل، الطريقه قد يتجاوز، ممنوع التجاوز، احنا نقولها قدام حضرتك وقدام الاخ اللي اتصل وقدام كل المشاهدين، تجاوز شخص على شخص اخر، متصل على متصل، امر مرفوض تماما. انا اريد هسه اسمع من حضرتك اللي دي يصير الان بساحات التظاهر، الثوره مضى عليها سنه من الدم والقمع الحكومي والميليشياوي، وماكو تحقيق لكل مطالب المتظاهرين والناس طالعه بالشوارع، شنو رايك بهذا الكلام؟ هذه هو المظاهرات حتى الخيام سحبوها بعد، ماكو يعني ما اشوف شيء جديد بعد يعني. لا حتى الخيام اليوم سحبوها، بتحول نفق مال باب الشركه اليوم. ابو شيماء سحبوها ولا ما سحبوها؟ الناس موجوده بالشوارع، ذبحت وماكو اللي جاب حقهم، ليش الحكومه يعني؟ انا اسال حضرتك سؤال، الناس لو ما فقراء، لو ما محتاجين، لو ما اكو مجاعه واكو ظلم بالعراق، يطلعون يتظاهرون؟ تمام، كلام سليم أبو شيماء، كلام سليم جدا. قبل يومين بالضبط، شباب من محافظة كربلاء دي يصورون بمقاطع سيارات العتبة بكربلاء، العتبة العباسية، سيارات دي تحمل مندسين إلى المظاهرات، الأحزاب عندك القبعات الزرق وغيرها، نعم بالفعل أكو مندسين داخل هذه التظاهرات، لكن هؤلاء مدفوعين من الأحزاب اللي دي يصير دي يدخلون دي يضربون القوات الحكومية، دي يضربون المتظاهرين، دي يطببون سلاح للمظاهرات، نعم أكو مندسين، لكن هذول من الأحزاب يا أبو شيماء. أستاذ محمد أنا طبعا أنا بالنسبة ليش أقول لك، أنا ما أعرف يعني، ما شايف بعيني. نعم. أنا من أشوفه بعيني ألا أقول صحيح. نعم. يجوز والله أعلم، لأن أنا ما شايف بعيني، أنا بس شفت الجماعة من غير جهات يعني يجوني يدخلوني وهذا، بس ما أعرف الجهات اللي هم منين بيها. نعم. فلهذا شباب شرطي جماعة بغداد هنا يقول لك خلوا مود الفتنة، شالوا هذا وفتحوا الطريق، لأن يقول لك احتمال يصير قتال، يصير كل شيء. نعم. يصير. نعم. فهذا السبب اللي هذا. نعم. فاحنا ما نتهم ناس لا ميليشيا ولا هو شنو يا استاذ محمد، هي الميليشيا شنو الميليشيا؟ يا ميليشيا انا بس اريد افتهم، يعني هي قوات حكوميه هي الداعمه للجيش والشرطه ومكافحه الشغب. لا لا احنا سيد ابو شيماء، سيد ابو شيماء، ميليشيا مفهوم كلمه الميليشيا هي مجاميع مسلحه تعمل او تحمل السلاح خارج اطار القانون. بالدستور بالعراق، الدستور اللي حطوه ذول اللي موجودين بالعملية السياسية، فقدنا الاتصال مع سيد أبو شيماء، وللتوضيح حتى الناس أكو يعني تغلط بمفهوم أو يتخالط عليها مفهوم الميليشيا مع موضوع القوات الحكومية. الميليشيا هي الجماعات اللي تحمل السلاح خارج إطار القانون وخارج سلطة الدولة. في الدستور هناك مادة بالفقرة الأولى باء تقول المادة بأنه يحظر حمل السلاح خارج إطار القانون وخارج إطار الدولة، ومع هذا احنا دا نشوف الميليشيات الموجودة اللي هي العصائب، حزب الله، وعد الله، ثأر الله،
سائرو السرايا السلام غيرها من الميليشيات بدر وغيرها والعصائب وحزب الله، هاي كلها عبارة عن ميليشيات، لأن هاي المجموعات المسلحة تأتمر بأوامر قياداتها، إن كان مقتدى الصدر، إن كان قيس الخزعلي، إن كان هادي العامر، إن كان أي شخصية أخرى واثق البطاط. طبعا أسمع كثيرة هي طبعا حقيقة. القصد من هذا الكلام أنه هذه المجاميع طالما هي تأتمر بأوامر فلان من الناس وليست القيادة العامة القوات المسلحة أو وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، فهي ميليشيا محظورة العمل أو محظورة حمل السلاح داخل إطار الدولة، وبالتالي اللي دي يصير بالعراق هو هذا. هاي المجاميع هي اللي تخرب، هي اللي تعتدي على المتظاهرين، هي اللي تحاول تثير الفتن، هي اللي تدخل عناصرها يندسون داخل التظاهرات حتى يشوهون صورتها. شاكر من بغداد تفضل. السيد شاكر من بغداد فقدنا الاتصال. صباح من بغداد تفضل، حياك الله. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمتظاهرين وساحات الاعتصام تم إضعافهم بطريقة خبيثة من قبل الأحزاب والحكومة. يعني صارت المندسين يعني شغلتهم علني، يعني معروفين ومكشوفين، يعني بكل ساحات الاعتصام بغداد وبالناصرية وبالبصرة وبغيرها بكل أماكن. تم يعني دخول ناس تابعين للميليشيات والأحزاب في سبيل يعني تغيير مسار المتظاهرين. نعم. واخذ نظر عليهم انهم ناس يعني ناس يأذون الجيش او يضربون الجيش ويعتدون. نعم. على المنتسبين ويعتدون على الدوائر وغتافاتهم غير شكل ومبينين، حتى اللي لاحظهم هم نفس المتظاهرين الاشراف السلميين. نعم. اكتشفهم اكثر من مئات الاعداد ناس. نعم. مندسين من قبل الميليشيات شايلين قامات ويحجون باسم السيد ويحجون باسم. نعم. وصارت اكثر من مشادات كلامية بيناتهم. يعني أنا عندي صديق بساحة الاعتصام يعني قال يتلاسنون وياني يتعمدون في سبيل تصير عركة أو صير تصعيد بالحوار بيناتهم. نعم. يعني ناس معروفين من قبل الميليشيات وتم تغيير حتى أضعاف المتظاهرين. يعني هاي المظاهرات ما مثل قبلها، يعني قبل هالفترات اللي صارت موجات التظاهر وصار التصعيد هاي. نعم. اختلفت. يعني شون يعني حاولوا أن يدمرون المتظاهرين ويدسون هاي الميليشيات الطائفية. نعم. بنصهم في سبيل الناس المجتمع كل العراقي ياخذ نظرة عبالهم الناس ما تفتهم، ياخذون نظرة عليهم ان هذول. نعم. ناس مخربين وناس يعتدون على الدوائر ويعتدون على الجيش ويعتدون على الشرطة. نعم. لكن المتظاهرين السلميين ما عندهم هذا الاسلوب، يعني جاي يطالبون بحقوق شرعية ورافعين العلم العراقي بس اللي يجي شايل قامة وشايل مسدس وشايل كاتب. نعم. ويتعدى على المتظاهرين ويفلش بالخيم ولحد يجي طاري مقتدى ولحد يحكي على الحشد ولحد غيره، ذولي. نعم. كلهم ناس يعني الأحزاب عرفت شلون تستخدم أسلوب جديد، هو أسلوب خبيث، هو دس عناصرها في داخل المتظاهرين السلميين في سبيل يغيرون نظرة الناس. نعم. نظرة العالم على المتظاهرين، لكن. طيب. كلها مكشوفة هاي بأمر الكاظمي وغيره وقادة الأحزاب، هم بالكل واحد وبالحساب واحد مكشوفة. يعني لعبتهم هاي الجديدة لتغيير مسار وإحباط المتظاهرين من التظاهر. أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد، وصلت الفكرة. معنا السيد محمد من النجف، تفضل يا محمد. محمد من النجف فقدنا الاتصال. معنا السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. السيد شاكر من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال. طيب، يتحدث البعض عن أن المتظاهرين يشيلون أسلحة ويعتدون على القوات الحكومية. طبعا اللي دي يصير أنه لما صارت أكو دعوات لحمل السلاح من قبل بعض المحاولين لشيطنة التظاهرات عن طريق الأحزاب أو غيرها، خرجت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ببيان وقالت به بأن السلمية هو الخيار الأول والأخير للمتظاهرين منذ بداية انطلاق الثورة، لأنها كانت الحل في مواجهة الآلة القمعية الحكومية. وأي عراقي الآن يعلم بأنه من السهولة جدا الحصول على سلاح بالعراق، الأسلحة الآن تباع على الأرصفة في بعض المناطق. هذا الموضوع يثبت أن لو كان هناك خيار تسليح أو حمل سلاح أو جعلها
مظاهرات مسلحة لكان الحصول على السلاح هو موضوع سهل جدا في العراق، وبيع الأسلحة سهل جدا من أي مكان، كان من جهات حكومية أو من الميليشيات أو من تجار الأسلحة بالعراق، الموضوع بسيط. لكن الخيار السلمي هو كان خيار واضح وصريح للمتظاهرين، وتحملوا سنة كاملة من الاعتصام ومن التظاهر يتحملون الاعتداء من القوات الحكومية، من الميليشيات بالأسلحة المختلفة اللي أسقطت الكثير من الشهداء والجرحى وبصدور عارية. وطبعا المقاطع موجودة ومنتشرة والجميع شاهد كيف يطلق أو تطلق قنابل، حتى قنابل الغاز اللي كانت تستخدم كانت تستخدم لأغراض قتالية عسكرية مو لأغراض تفريق الحشود والمتظاهرين، ومع هذا استهدفت القوات الحكومية المتظاهرين بصدورهم واستهدفت رؤوسهم بهذه القنابل الدخانية، وطبعا غيرها أسلحة الصيد الصشم وغيرها من الأسلحة اللي استخدمت لقمع المتظاهرين. السيدة أم دعاء من بغداد، تفضلي. أم دعاء من بغداد، ما موجودة. أبو علي من واسط، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير للعراق والعراقيين. مساء النور. صراحة بعد الذكرى الأولى لإحياء ذكرى ثورة تشرين. نعم. صراحة يعني شفت بعض الأمور. الأمر الأول أنه الحكومات تأكد لها أن الحكومة الحالية الموجودة هي ما تختلف عن حكومة عادل عبد المهدي. نعم. ممكن هو بس أخذ درس أنه يعني ما سمح للأحزاب المتنفذة أنه يقتل المتظاهرين. منو هذا؟ هو بد الكاظمي. يعني الكاظمي ما سمح للأحزاب أنه تقتل المتظاهرين؟ يعني مثل ما صار في التظاهرات الأولى في قبل سنة يعني. نعم. يعني بس القتل يعني بس القتل موجود. موجود أكيد هذا موجود. اللي ثبت الأستاذ محمد أنه هو بدل الاسم، بدل الطرف الثالث. نعم. كان موجود يقولون عنه. طيب. باسم المندسين. نعم. وهذا اتهام مباشر من الكاظمي للمتظاهرين. نعم. لأن المندسين منين يجوا؟ نعم. لأما جوا من القوات الأمنية أو يجوا من المتظاهرين. وطبعا هو صار يومين يشيد بالقوات الأمنية وضبط النفس وكأنه هو أساسا مسوين فضل على العراقيين. مع أنه هذا واجبهم. واجب مع أنه ما قدر يحميهم. ما حمل المتظاهرين. هذا الامر الاول. الامر الثاني لحد طيب. الان الكاظمي ما يعني ما نفذ اي وعد من ضمن يعني الان مرور تقريبا حوالي سنه على التظاهر وما كشف الطرف الثالث اللي كانوا يقولونه. لو كان جدي يعني الكاظمي لو كان جدي بما يقول كان على الاقل شكل محكمه جنائيه لتقصي الحقائق ومحاكمه القتله. نعم. يعني هو او احنا نقول ابسط شيء لو كان جدي مثل ما حضرتك تفضل بالجملة ما كان أخذ ويا زعماء ميليشيا الحشد في مجالس عزاء الفرحاتية منطقة الفرحاتية بصلاح الدين اللي ارتكبتها العصائب اللي هي أساس من الحشد. عالي ترى محمد يعني جربتنا الشيء جديد أنه الكاظمي طائفي حتى النخاع وأنا أتحمل مسؤولية هذه الكلمة. نعم. الدليل أنه أكثر من بريء موجود بالسجون والمغيبين. نعم. ما تحرك عليهم ولا طلعهم. وكذلك حتى من المتظاهرين الموجودين اللي نسبت لهم تهم انهم هم مخربين لحد ان سواهم شيء بينما نشوف انه الميليشيات الموجوده. نعم. يعني طلعت وثبت الكاظمي وداست صوره بينما ما اتكلم ولا قال ولا حتى رفع عليهم دعوه قضائيه بهذا. مو هاي عنده من وجهه نظره حريه التعبير، لكن حرية التعبير الموجودة بساحات التظاهر ما يعتبرها حرية تعبير. شوف أستاذ محمد، حرية التعبير إني أطلع عاني وأدوس صوت مقتدى حش السامع بالنعال. لأن المقتدى يمثل تيار. طيب. لكن أما شخص رئيس مجلس وزراء قائد عام قوات مسلحة. نعم. هذا يهين سيادة الدولة اللي هم جاي يدورونها تموهم تابريننا. طيب هسا احكي لي من الناحية العامة شو يصير بي الشخص اللي يدوس صورة مقتدى بالشارع الآن بالعراق؟ والله ينذبح ثاني يوم هو واهله. نعم. وبالنسبه لمصطفى الكاظمي؟ لا مو هذا ساكت ويعرفهم. هو شوف لو اني ابو علي انا دايس على صوته كان ذبني بالسجن. نعم. بس ما دام العصائب ودام حزب الله ودام شو اسمه هذول جماعه مقتدى سرايا السلام ما يقدر يحكي.
هو حتى ما أدانهم. بينما المسجونين لأنهم سنة، واني أقوله لأنهم سنة مسجونين ما تحرك حتى حرك قضاياهم، شافوا مش عدهم ما عدهم. طيب. لأنهم بس والله عندك واحد يشبه اسمك يشبه اسمك ذبه بالسجن لحد الآن مغير. طيب. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا للمشاركة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تشاركونا عن طريق أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا عن طريق خدمة الواتساب. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يكرمك، نحييك ونحيي الثورة المجيدة ونحيي شعبنا العراقي العربي البطل الشجاع الشريف قائد الأمة وحبيب الأمة وحبيب الملايين كلها بإذن الله تعالى. نعم. أما سيدي بالنسبة لما يسمى الحرامي مصطفى الكاظمي، يا سيدي هو الشعب ما اختاروش أصلا، هو اتفرد زي علاوي، زي عادل عبد المهدي، زي جعفري، زي الهالكي، زي حيدر أبو ريالة، زي ما أقول لك يا عمي نفس الست نفس المواد، هو ما اللي اختارهم أصلا، اللي اختارهم عصابة الأحزاب وفرضوه على الشعب. وهو بيعمل وطالع يقول لك يا للقوات الامنيه ما تقتلوش وما تعملوش، انت بتمثل على الشعوب ولا بتعمل الافلام وحضرتك علي بابا ولا ابن حرامي، انت بتستعبط يعني على البشر، ما تقتلوش ويقتلوا، ما تذبحوش ويذبحوا، يعني انت بتضحك على مين؟ فهمنا اقنعنا يعني. نعم. فهي عمليه التفاف على الثوره، لان الشعب العراقي البطل صراحه يعني كان الله في عونه، كان الله في عونه، والله والله يا استاذ محمد لو اتعمل في الشعب العراقي اتعمل في اي دوله في العالم لكانت اتمحت مين الوجوه. لكن من حسن الحظ العرب اللي قاعدين بيتفرجوا على اهالينا ما بيتدفعوا النهارده، والله الشعب العراقي اللي دفع عنكم ودفع الثمن ودفع ملايين الشهداء دفاعا عن الوطن العربي. نعم. ويا سيدي ان شاء الله هينتصر بقدره الله عز وجل، لانه شعب شريف وبعدين الشعب المحارب، الشعب المحارب الشجاع اللي لعبته هي الكره بالدبابه يعني ها. ازاي شويه صيع اصلا هيتجروا عليه؟ نعم. ان شاء الله ننظم الشعب منصور باذن الله، وعسى العراق البطل وعسى الامه العربيه، واحنا نشكر لدى حضراتكم وشكرا لكم. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. معنا السيده ام عمر من الانبار، تفضلي يا ام عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي يعني ام عمر من الانبار. نعم. انا تدي اخي عن المفقودين. نعم. أنا زنت الخطف يعني من جسر الزيبة. نعم. إي يعني ما حد يداعي بيهم يا أخي، جماعة أهل الزيبة يعني ها صار له من 2015/1/9. نعم. إي من ذاك الآن لحد هذا الآن يا أخي لا حد ناشد بيهم، بس يعني جماعة أهل دب الصخر مال أهل السقلاوية بس، ما جسر الزيبة يا أخي ما حد يداعي بيهم. نعم. إي يعني أني برضو بتعبى أطفال يا أخي، أريد أسوي لي راتب، والله ما مسموح لك أنت تسوين هذا الراتب يا أختي، بس مجموعة أهل الصقلاوية، ليش ما يدعم طال جسر الزيادة يا أخي؟ أنا ما أريد كل شيء عني، بس أطلقوا صراحة المفقودين. نعم، نعم. إي. إي قطعوا عنها الناشد يا أخي، بيتك الكاظم يدحيق، يعني مو بس أنا جماعة أهل الصقلاوية وما شفت الصخر. يعني أكثرية الناس إن شاء الله من جسر الزيبة أولهم الزمتي. نعم نعم. أي. الله يكون بعونكم يا أم عمر، وإن شاء الله صوتك وصل أو يوصل، وما نعرف إحنا بصراحة موضوع مصطفى الكاظمي إنه يسمع له لا ما ندري هاي المناشدات، لكن إحنا نقول إنه إن شاء الله صوتك يوصل
للناس اللي بإمكانها أنه ممكن تتدخل، ممكن يصير شيء بالمستقبل، نتمنى. شكرا جزيلا. أبو يوسف من الموصل تفضل. السيد أبو يوسف من الموصل، فقدنا الاتصال مع أبو يوسف من الموصل. عندنا السيدة أم علي تقول بالواتساب رسالة: أنا أم علي، ولدي أخذوهم 10/5/2014 ولحد الآن ما أدري أي خبر عنهم. أطالب قناة الرافدين أريد من حكومة الكاظمي عفو عام للمتغيبين أو المغيبين والسجناء، وأطالب محمد الحلبوسي وأطالب الكربولي وليث الدليمي بالعفو العام للسجناء كافة، وانتخابات ماكو إذا ما تنطون عفو للمتغيبين. وإذا انطوا عفو يعني حتنتخبيهم؟ إذا ماكو، إذا ما تنطون عفو للمتغيبين والسجناء، انتخابات وحكومة ماكو. أم علي، وإذا طلعوا ذول السجناء والمعتقلين حتنتخبيهم؟ العراق مشكلته بالمعتقلين والمغيبين فقط؟ ليش احنا ان شاء الله، طبعا ان شاء الله نتمنى الافراج والبراءه للجميع الابرياء، بس ليش اكو اللي دا ينظر نظرات محدوده؟ القضيه بالعراق قضيه عامه يا جماعه. ثوره تشرين خرجت بقضيه عامه، اول شعار يرفع بالعراق لاسقاط النظام، كان هذا ابرز شيء ظهر في ثوره تشرين ولغايه هذه اللحظه. ليش اكو البعض اللي دا ينظر النظرات المحدوده، انه دا يريد كهرباء شويه، لو دا يريد شويه وظائف، او دا يريد ابنه او زوجها او ابوها او اخوه يطلع من السجن المعتقل؟ من حقه، حق شرعي للمطلب، لكن ليش المطلب يقتصر على هذا الحد فقط؟ العراق يعني خلى من المشاكل وتوقفت المشكله على بعض التعيينات او على كهرباء او على خروج مظلوم من السجن. هل ستنتهي مشاكل العراق؟ من الضامن أنه بعد خروج المعتقل البريء من سجن أو معتقل لدى الحكومة أو الميليشيات أنه ما يردون يعتقلوه مرة ثانية ويودعوه بالسجن والمعتقل مرة أخرى ويعيش لعشر 15 سنة بالجديد؟ من الضامن؟ طالما غاب القانون وطالما غابت الدولة، من الضامن أنه هاي الميليشيات أو الجهة الحكومية اللي اعتقلت أو خطفت أو غيبت هذا الشخص ما تعود وتكرر نفس العملية ونفس الموضوع مرة ثانية؟ منو يانا؟ السيد أبو يوسف من الموصل تفضل. أبو يوسف، أبو يوسف تسمعني؟ أي موجود أبو يوسف، تفضل يا أبو يوسف. أبو يوسف، نعم سلام، أسمعك صوتك شوية متقطع، أسمعك تفضل. نعم. السلام عليكم جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله تفضل. نعم السلام عليك أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون صحتك محمد؟ الله يسلمك يبارك بيك، الحمد لله. شلون صحتك؟ الله يحفظك، الحمد لله بخير. تحياتي للرافدين. الله يسلمك، حياك. تحياتي للرافدين. الله يبارك فيك، حياك تفضل. أبو يوسف. أستاذ محمد. تفضل. أستاذ محمد. تفضل أسمعك. الحكومة الهامدة اللي أطلع. نعم. تنفر شاك. لا تسمع ولا تقول. نعم. نص صوت التلفزيون يا أبو يوسف، نص صوت التلفزيون. الميليشيات اللي يضربون المتظاهرين هذه كلها إيرانية. نعم. نعم. وهذول الإيرانيين هم يريدون إسقاط العراق، اللي يخربون العراق. نعم. نعم. دور الحكومة وين؟ دور الحكومة وين؟ خطية الحكومة نايمة. نايمة، نايمين على دواشق وساكتين، لا حس ولا نفس. نعم. نعم. واحنا شو نسوي بحكومة نايمة؟ والله الحكومة نطردها من نقرعها قمح. إن شاء الله.
نقلع حتى نخلص على الشعب العراقي منها. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك يا أبو يوسف من الموصل، شكرا جزيلا للمشاركة. السيدة أم زهراء من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا بس؟ الله يسلمك حياك الله تفضلي. أقول لك يا باني، أنا بالعطل العام البارحة والدي أخذوا لي المحكمة. نعم. وحكموا بالإعدام وما صار لسبع أشهر بالسجن. الله أكبر، وين الحكم؟ شنو يعني تهمته؟ تهمته وحدة بالقتل. وهو بريء. يعني نعم. وين الحكومة؟ وين القضاء؟ يعني حكموا رأسا بالإعدام سبع أشهر، يعني صار لترى يصير لهم سنين بالسجن وما حد يساعدهم. نعم. يعني وين الحكومة؟ الكاظم ووالده طبع السجناء، يعني وين شو؟ بس الكاظم والكاظم والكاظم، كل شيء ما سوى خيبوه على هاي العالم الفقرة بتروح. نعم. يعني شلون هسه؟ شلون يعني واحنا بنات وإيجار قاعدين وما عندنا أحد. الله يكون بعون. الله أكبر، شنو يعني هاي؟ يعني هسه وين خشوف الكاظم بعينه؟ خشوف هاي الأغرياء تروح بالسجون. نعم. خلي يسمع صوتنا. يعني البارحة والدته وقعد قدامه، والدته ما يخلوها يشوفها، يدفعون ببنته يدفعون بوالدته، يعني والدته مرة كبيرة يدفعونها. الله أكبر. نعم. ترجاك خلي يسمعنا الكاظم، وين الكاظم خيبوا على هاي الأغرياء تروح يعني ينحكم بالإعدام وهو بريء. نعم. واحنا ما عندنا احد يعني يمشي وراه، واوازه يعني رجال كبير شي يريد يسوي، لا حول ولا قوه. الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم يا ام زهراء من بغداد. سمع صوتنا للكاظم وكدوه، واحنا ما عندنا حد، واحنا بس بنات، شنو بيدنا؟ شنو اللي نسوي احنا؟ نعم نعم. واحنا عن سبع اشهر نحكم بالاعدام. الله اكبر. نعم. أم زهراء، أنا أشكرك من بغداد، وصل صوتك يا أم زهراء، ونتمنى أنت دا تناشدين مصطفى الكاظم أنه يسمع صوتك. نتمنى يسمع، نتمنى يسمع، مو بس يسمع، السمع سهل، نتمنى ينفذ، نتمنى يفعل. هو عراقيين يتمنون أنه اللي إجا بهاي الهالة الإعلامية، اللي ظل يضحك على العراقيين بهالوعود، اللي ما تنفذ منها شيء مثل ما دا يقول المتصلين، يتمنون كلهم انه يحقق شيء. لكن هل يرتجى من شخص اول ما اجى للحكم حط ايده بيد الميليشيات؟ هل يرتجى خير من شخص العراقيين دا يتذبحون بالشوارع والناس دا تقول احنا دا نعرف من الجهات، والجهات الحكوميه من نواب وزراء مسؤولين دا يقولون في بعض الاحيان الجهه الفلانيه هي المتهمه، وما دا يحقق وما دا يسوي وما دا يحكم، ما دا يعاقب، ما دا يحاسب، والعراق دي يصير من سيء إلى أسوأ. فما نعرف بعد. محمد من النجف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عيني انتو ليش طائفين؟ شلون طائفين؟ طائفين تحسون خصوصا دابين دابكم داب مقتدى الصدر. ليش هو اللي يحكي ويا مقتدى، اللي ينتقد مقتدى الصدر طائفي؟ طائفي. ليش طائفي؟ إيه طائفي. ليش طائفي؟ ليش طائفي؟ يومكم انتم خصوصا العراقيين، انتم العراقيين قبل تتدخلون، مقتدى الصدر اعتقاد قوي. طيب. ومقتدى الصدر لا مسوي شيء ويدافع على حقوق الوادم. طيب. وتدوسون تدري على تدري يا محمد من النجف، اقسم لك بالله اني مقتدى الصدر جيش المهدي اخذوا بيتنا بالغصب بغداد بالسلاح. وش حد؟ لا 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 اسمح لي، لا تقعد تدافع، لا تقعد، هذا بيتي، هذا بيتي، هذا مو اقول لك بيت فلان وعلان، هذا بيتي اني. جيش المهدي اخذوه بالغصب قوة السلاح. عن اي حقوق العراقيين الدافع وهو دا يتكلم بالتلفزيون يقول لك سويت لهم جرة اذن؟ يا حقوق الناس، وهو داز دول القبعات الزرق يذبحون بالعراقيين بالمتظاهرين. طبعا هذا الكلام الجديد، الكلام القديم اللي من أول ما طلع ب 2005 و6 و7 كل العراقيين يعرفون جيش المهدي سوى. تعال اسمع شكاوي الناس بمحافظة صلاح الدين، ميليشيا سراي السلام ايش دت تسوي بالعالم، والسيطرات الأمنية اللي دت تغيب من الناس وتعتقل وتخطف. عن أي حقوق الناس؟ صار كم سنة يطلع يقول إصلاح، وكم مظاهرة طلع سوى وقعد بالبرلمان وقعد أمام المنطقة الخضراء بالخيمة مالته. تدري احنا بالبرنامج مالتنا اتصل بينا واحد من انصار مقتدى الصدر في وقت سابق،
قال دخلوا عليه مجموعة من الإيرانيين للخيمة ورا نص ساعة طلع، هاي ب 2015 فضل المظاهرة ورجع لبيته. اللي دا يتكلم عن مقتدى الصدر ما دا يفشر عليه، ما دا يسبه ويشتمه، دا ينتقد تصرفات، دا ينتقد سياسات. أنا طبعا أشكرك محمد من النجف، راجع نفسك وراجع السياسات وتصرفات مقتدى الصدر. لو الكلام، لو المواضيع كلها تخلص بالكلام فأكو شعراء يطلعون يقولون شعر ممكن الناس تصدق بيهم، لكن التحكي لي التصرفات. مو عنده تقريبا 40 نائب بالبرلمان، مو عنده 6 وزراء، طيب وينهم من التغيير؟ وينهم من الإصلاح؟ أنصار مقتدى الصدر من السياسيين أول الناس المتهمين بالفساد، بهاء العرجي مو من مقتدى الصدر، مو من التيار الصدري وهو متهم بالفساد، طيب وغيره وغيره من المسؤولين ومن السياسيين اللي تابعين للتيار الصدري مو أغلبهم متهمين بالفساد؟ طيب وين من الإصلاح الداخلي قبل لا يصلح الوضع بالعراق؟ كم 100 يوم انطل نوري المالكي، الحيدر العبادي، العادل عبد المهدي، كم مهلة من 100 يوم اطاها لرؤساء الوزراء انه يغيرون او يسوون شيء وما حد سوى وهو هم ما سوى شيء. فاللي دا يتكلم دا ينتقد من حقه، ومن حقك انت تدافع، لكن وفق المنطق، وفق المنطق يا سيد محمد. انا اشكرك. عندنا السيد شاكر من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وتحية الكادر بقناة الرافدين المحترم. حياك الله. والرحمة والخلد لشهدائنا في المغدادية وفي صلاح الدين وفي تظاهرات ثورة تشرين المحترمة. والله يا أستاذ محمد، أنا أتعجب على إنسان، يعني من يتصل على قناة الرافدين ويكون حماية الجيش المهدي أو للعصائب أو للميليشيات. أستاذ محمد، الميليشيات هي سوت مغلوب العراقيين من شماله إلى جنوبه، منو كتل 12 مدري 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 10 في المجزرة في صلاح الدين، من اللي سوى مجزرة في الموصل، من اللي سوى مجازر في الأنبار، من اللي سوى المجازر في ديالة اليوم يوم أمس 5 من 6 من عشيرة قبيلة بني كعب. الرحمة والخلد لشهدائنا من عشيرة بني كعب. أبو سيد شاكر، سيد شاكر باختصار، الوقت انتهى، عندك 30 ثانية لو سمحت تفضل. أنا أستاذ محمد، أنا أمالي أطول، لكن أقول أنا للمتصلين، لا يا أخي لا تفزعون، لا تدافعون عن الميليشيات، الميليشيات صخمة لتاريخ. شكرا جزيلا سيد شاكر، وصلت الفكرة. أنا أشكرك وأعتذر، الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر 1-0-7-2-7 على مدار القمر نايلسات. يرجى منكم الانتقال للتردد الجديد لمتابعتنا بكل جديدنا. أشكر كل المشاركين الكرام، كل من شارك معنا على الواتساب، كل المشاهدين والمتابعين، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.